استثمر وزير التجارة أثير الغريري زيارته إلى النجف ليكشف تفاصيل جديدة بشأن محصول الحنطة، مبينا أن الخزين الاستراتيجي يكفي إلى الموسم التسويقي القادم. ما حققنا يدعو للاطمئنان. أستطيع أن أقول باستمرار هذا الأيام القادمة أن نكون خلال شهر حققنا خزين استراتيجي، خزين أمان لمدة سنة كاملة إلى الموسم التسويق القادم. إذن لا خوف على وجود هذه المادة وحصة الطحين وكذلك مواد البطاقة التموينية. إحنا اليوم بحساب الحصة الخامسة وإحنا عندنا خزين لمدة 3 أشهر قدام أو 4، يعني كوزارة التجارة كمواد بطاقة تموينية مادة الطحين وباقي مواد السلة عندنا خزين إلى الأمام لمدة 1 أشهر مؤمنة بالكامل.